ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا في ماربورغ وهقابل شباب لاول مره هيفرجوني على ماربورغ وهتكلم معاهم شويه اكتر عن حياتهم في المانيا. انا اسمي ماركو بقالي في المانيا سنه. انا اسمي باهي انا بقالي في المانيا 3 سنين. هي مدينة صغيرة تقريبا عدد سكانها حوالي 80 ألف شخص، والميزة فيها انه متوسط الأعمار حوالي 25 سنة، وده لأن معظم السكان بتوع المدينة هم الطلبة، وده اللي مختلف عن بقية مدن ألمانيا. تعمل ايه بقى في المانيا؟ انا بدرس برمجه طبيه في التي ام، جامعه موجوده في مدينه جيسن هنا جنب مدينه ماربورغ اللي احنا فيها دلوقتي. وانت بقى بتعمل ايه في المانيا؟ انا بدرس ماستر اوف كيمستري في مدينه ماربورغ. بقى لي فتره مش قليله خالص وخرجت مع ناس اول مره اشوفهم وفي مدينه جديده، وفي نفس الوقت ان الناس تكون عارفاني من اليوتيوب. مش انتوا عارفيني من اليوتيوب؟ دي حقيقه. طيب احنا احتلينا الكاميرا كده شويه او يمكن احتلينا القناه يعني، بس عايزين نحكي لكم احنا ازاي اتعرفنا على بعض وازاي اتعرفنا على محمد النهارده. خلونا نبدا بباهي. قول لي انت اتعرفت على محمد ازاي؟ محمد ممكن انا بدات اتابعه على اليوتيوب، ظهرت لي فيديوهاته ممكن من سنه ونص تقريبا. ده بما اني كنت اوريدي موجود في المانيا، وده بالتالي برضو بما اني كنت مهتم بان انا اسافر المانيا واتعلم الماني وكده. الفتره الاخيره دي ممكن انا بدات اتواصل معاه بما اني موجود هنا، زائد بما اني كمان بدرس تقريبا نفس التخصص اللي هو بيدرسه، فدي تبقى حاجه مهمه بالنسبه لي برضو ان انا اتعرف عليه، لان خبره اكتر مني هيفيدني اكتر هيوجهني اكتر، لان هنا الامور ممكن بتبقى مش بالسهوله لناس كتير متخيلها. بس كون ان احنا النهارده نبقى معايا في فلوج او كده، دي حاجه انا ما كنتش بصراحه متخيلها، او كده ان انا اطلع معاه في فيديو يفيد الناس بمعلومات هنا في المانيا، دي حاجه انا ما كنتش متخيلها بصراحه. هما الاثنين بيدرسوا برمجه، في موضوع برمجه عامله قلق الصراحه في المانيا يعني. انا تعرفت على محمد بصراحه، كنت انا متابعه من قبل ما اجي من مصر يعني. كنت بتابع كذا فيديو ايام كان هو عبد الله. انا فاكر اول فيديو اتفرجت عليه كان هما الاثنين في برلين عند الكسندر بلاتس، وكانوا بيتكلموا او كان محمد بيتكلم على نقطه انه كانوا حاطين بلان ان هما ييجوا هنا المانيا بعد سنه مثلا بالظبط من الوقت اللي هما كانوا فيه في مصر، وفعلا عملوا ده. فكنت اكسايتد جدا ان انا اتابع ازاي ممكن حد في لحظه انا بتفرج عليه في اليوتيوب وانا في مصر عادي، بعدها بكام سنه احنا هو مع بعض وماشيين في الشارع مع بعض، مفيش حاجه صعبه يعني. فكتبت له من فتره على فيديو كده في اليوتيوب، فبقول له انا مابوك، انا عايش في مابوك جنبه حوالي 20 دقيقه بالقطر يعني. فقلت له تعالى نتقابل يعني ونتعرف على بعض. رد عليا بعت لي رقم، وموضوع ايزي جدا، وشعورنا احنا مصريين يعني، احنا الثلاثه اول مره نتقابل النهارده، فالموضوع ممتع ان احنا كاننا عارفين بعض من زمان جدا، فالموضوع ممتع يعني. بالظبط. فالموضوع جميل. ما تثقش ابدا في الارصاد الجويه، ان انا كنت شايف ومخطط معاهم ان مفيش شتاء ولا اي حاجه، فديكم شايفين الدنيا عارفين نكمل لف ولا تصوير. فهذه هي صعوبات المانيا، متداريين من المطر. في ايه المكان اللي احنا فيه ده؟ خندق تحت الكوبري، ممكن نبات هنا لو عايزين يعني. جيت الماني ليه؟ ايه اللي جابني هنا؟ عايز اسالكوا بقى، ايه اللي خلاكوا تسافروا المانيا اصلا؟ ايه الفكره؟ نبدا بباهي. فكره السفر لالمانيا انا كان بالنسبه لي كنت خدت قرار في حياتي وانا في مصر ان انا مش هكمل في مصر، ان انا بالنسبه لي ان انا اعيش في مصر واشتغل في مصر دي كانت فكره هتبقى صعبه بالنسبه لي. فكانت الفكره الاولى في الخروج من مصر. لفين بقى ده كان القرار ان انا لازم اتخذه؟ ليه اخترت المانيا؟ اخترت المانيا ممكن كورس جزاكت او باختصار شديد، لان في فرصه كبيره هنا في المانيا للدراسه. الدراسه هنا تكاد تكون مجانيه، تكاد تكون ببلاش مقارنه بدول كتير ممكن بتقدم نفس المستوى التعليمي زي امريكا، زي انجلترا، زي فرنسا. المانيا في نفس المستوى تقريبا، والتكاليف هنا رخيصه جدا. وانت بقى ماركو؟ حبيت اخرج اوت اوف بوكس بصراحه يعني. انا المجال بتاع الدراسه بتاعي في مصر، انا خريج كليه علوم، فكان الدراسه بتاعتنا في الكيمستري مثلا او البايو كيمستري كان الموضوع محصور في جزء معين. ولو الناس عارفه كويس بتكتشف انك بعد فتره مثلا في مصر 90% من الخريجين بتوع الكليات دي بيشتغلوا ميديكال ريب، فبيبقى الشغلان عايش او الحياه عايشه في روتين معين. فانت حبيت اخرج اوت اوف بوكس شويه واجي هنا. ماركو اللي قال لنا على المطعم ده، طلبنا شويه اكل عايزين نعرف بقى ماركو رشح لنا حاجه كويسه ولا لا. ماشي، قول رايك بضمير بعد الاكل. بعد الاكل انا بصراحه طلبت ربع مشكل ولا مش عارف ده كان وزنه قد ايه، بس كان طعمه حلو وعجبني جدا. عجبك الاكل؟ انا البطاطا التركيه دايما بتعجبني يعني، بطاطا بصراحه اكلهم جامد جدا. لازم اقول ان حلو، انا مقترح المطعم فطبعا حلو.
دلوقتي الاختبار بتاع المطعم ان هو ينزل لنا شاي من غير ما نطلبه او هو يسالنا احنا عايزين شاي ولا لا. لو المطعم هينزل شاي هنشوف. اتوقع انه هينزل شاي هيسالنا. انا متوقع كده برضو بس نشوف. هنسالنا تشربوا شاي ولا لا؟ يا ريت عشان انا عايز احبس بشاي عشان اكلت حته بصل. الشاي جابوا لنا شاي بس بعد ما احنا طلبناه او احنا استعجلنا عليه عشان نطلع نصور قبل ما الدنيا تليل. عجبك الشاي؟ الشاي طبعا جميل، الشاي التركي جميل. انا بدات احس ان انا عايز انام، اكلت كتير. طب بعد بقى لما سافرتوا وعملتوا اللي انتوا نفسكوا فيه، ايه رايكم بقى في او ايه تجربتكم في البلد هنا؟ نبدا بمين؟ تجربتنا من حيث الدراسة أو من ولا خبرتنا مثلا ممكن عن المجتمع هنا؟ يعني انبسطتوا بالتجربة وانبسطتوش؟ ايه اللي حلو ايه اللي وحش؟ مش دراستكم عامة، ايه الدنيا فيها؟ في العموم انا ممكن اقدر اقول ان انا مبسوط، لان انا ممكن دي هتختلف من حد التاني، يعني هتختلف من شخصية الاخرى، يعني لان انا ممكن عايز المجتمع تجربتك. عشان كده انا عايز اعرف رأيك. ممكن هنا المجتمع مقفول شوية، يعني ممكن هنا الناس مش اجتماعيين قوي، مش من السهل ان انت تعمل صداقات، مش من السهل ان انت تختلط بالناس. دي ممكن بالنسبة لي الى حد كبير بتبقى مثلا ميزة، ممكن بالنسبه للحاجه الثانيه دي تبقى حاجه صعبه. دي بترجع للشخص، دي بتختلف من شخص لاخر. جو الصحاب وجو اللمه وجو الجو ده، الاجواء دي مش موجوده هنا. لو حد بيفكر انه يجي هنا مش هيستمتع بالكلام ده. وانت مرتب؟ بصراحه انا بتفق مع جزء كبير من الكلام. يعني انا شايف انه اهم نقطه الواحد يركز فيها اما يجي المانيا هو عايز يعمل ايه، لانك في احيان كتير هتلاقي نفسك لوحدك من غير اهلك، من غير صحابك، من غير الكومفورت زون بتاعتك. فانت لو انت محدد انت عايز تعمل ايه، هيبقى في الدافع اللي كل شويه بيشجعك، اوكي انا جاي لهدف معين يعني. لكن كتجربه شخصيه بصراحه زي ما باهي قال، الموضوع بيقع تحت فكره انه انا بعرف اتكلم المانيا ولا لا، والموضوع ده بيلعب دور كبير جدا بصراحه من وجودك هنا في المانيا. لو انت بتعرف تتكلم المانيا هتلاقي نفسك واحده واحده عارف تتكلم، تتعرف على ناس، مش عارف ايه. لكن من غير النقطه دي هتنفسك بتواجه بمشاكل، مش بس في الدراسه، لان الدراسه مهمه جدا انك تكون بتعرف تتكلم الماني اكيد، بس المهم في التعامل، في تكوين صداقات. لان زي ما هو قال الالمان شعب الى حد ما ممكن نقول انطوائي او بيقفل على نفسه في زون معينه وهو مبسوط فيها، فانك تخش في الزون دي ده محتاج شجاعه وجرأة منك شويه. نقطه برضو تانية ممكن انا اضيفها علشان ما باش بظلمهم قوي، يعني ان هنا المجتمع عملي جدا، عملي جدا. دي دوله صناعيه، ده برضو لازم الناس يحطوه في الاعتبار. عمليين جدا، هو مش فاضي، هو اوريدي حياته ووقته ماشي في اتجاه الشغل، ماشي في اتجاه البيت، المسؤوليات اللي عليه، عندوش وقت اخر لكلام اخر. انت لما دخلت في الدوامه دي حسيت بالموضوع؟ طبعا حسيت بالموضوع ده. هو ما عندوش وقت. انت هنا لما هتبقى مشغول وهتبقى شغال او بتدرس كمان جنب الدراسه وعندك امور اخرى، امورك الحياتيه، انت هنا بتعمل كل حاجه لنفسك، اكلك، شربك، لبسك، صحيح. امورك بالكامل انت اللي بتقوم بيها، فاوريدي ما فيش وقت، اوريدي طاقتك هتكفي الاشياء دي لا اكثر ولا اقل يعني. بس هم شاطرين في حاجه حلوه جدا بصراحه، انا ببقى مقتنع بيها، ان هو على قد ما هو عنده 3 ارباع ايام الاسبوع شغل وطحن، على قد ما هو يوم الفوخن اند او في الاجازه بيعرف ياخد اجازه كويس جدا، يدي وقت لنفسه. تلاقي ناس ماشيه مثلا يا اما بيسوق عجل يا اما بيتمشوا يا اما بيلعبوا رياضه، وده اللي احنا بنفتقده في مصر اعتقد، ان احنا ندي وقت لنفسنا، احنا بنفسنا نريح نفسنا شويه، نخرج من زون الضغط الضخمه اللي احنا فيها. طب احنا بنخرج وبنتفسح مع اصحابنا وكده، دي فكره كويسه، بس الفكره الاحلى انه هنا بيدي الشغل حقه، ما بيدخلش وقت مثلا النفسي في نص الشغل او نفسي في وسط هدفي، فتلاقي كل حاجه مش دوش ايناندا زي ما هنا بيقولوا كل حاجه داخله في بعض. لا، هنا الشغل شغل والبريك بريك والوقت الدراسه وقت دراسه وهكذا، ودي حاجه انا بحسها في وقت فايل او ميزه بصراحه، هم بيبقوا شاطرين قوي فيها. يعني هتودينا فين تاني؟ ممكن نطلع كده عند الهاوبنهوف، ممكن نتمشى هنا برضو في كذا حته هاديه عشان المانيا زحمه جدا النهارده. طبعا يا راجل انا كداب جدا. ممكن نتمشى الشارع ده حلو بصراحه. ماشي يلا. ده يا جماعه المبنى بتاع الجامعه، هو المفروض المبنى بتاع الجامعه على حسب ما انا عارف، صح ولا غلط؟ صح. ده مبنى الجامعه، يعني الاداره بتاع الجامعه، مبنى الاداره بالظبط. طب باهي، بما اننا قدام بقى مبنى الجامعه وهم قافلين، فعايزك تقول كل رايك براحتك. ايه الفرق بين الدراسه هنا وفي مصر، او ايه اللي انت حسيته فيه فرق، ايه الاحسن كده، الدراسه في المانيا والدراسه في مصر؟ الدراسه في المانيا ممكن منظمه اكتر من الدراسه في مصر، منظمه من حيث كل شيء، تفاصيل التفاصيل ممكن منظمه. ولكن ممكن النقطه اللي لفتت نظري ان تقدر تقول هيئه التدريس او المدرسين او الاساتذه الجامعيين في مصر مستواهم اعلى بكتير من الناس اللي بتدرس هنا، لان التدريس موهبه، وبالتالي احنا عندنا ناس يمتلكوا الموهبه دي في التدريس، هنا ممكن مش عندهم النقطه دي. يعني انت شايف ان هنا امكانيات، هنا امكانيات اشخاص، هنا بيصرفوا على التعليم كتير، بيصرفوا على المكان اللي انت بتدرس فيه، الديسك اللي انت بتقعد عليه، الجامعه نفسها بيتم الصرف عليها، الماتيريال، الماده العلميه اللي بتتقدم لك ماده علميه مبسطه ممكن
ممكن مسهله، ولكن اللي بيدي الماده العلميه هنا اقل، مستوى اقل من مستوى الناس اللي بتدرس في مصر، الناس اللي بتعلم في مصر، سواء في التعليم الجامعي او التعليم قبل الجامعي. وانت مرة اختلف. بحس انه الدراسه هنا هي طبعا حالات، يعني على حسب انت قابلت ايه، بس انا بحس ان الدراسه هنا الاحترام المتبادل ده جزء خارجي شويه ما بين الدكتور وما بين الطالب. لو هنتكلم على الجامعه الليفل ده انا شايفه كويس جدا هنا، قد ايه الدكتور ممكن كل التعامل ما بينه وما بينك تحت اطار كلمه حضرتك، فدي حاجه انت بتحس انها طبعا ممتازه. الدكتور بيقول لك حضرتك، الدكتور بيقول لي حضرتك، انت متخيل؟ حضرتك شكرا يعني، بس حاجه رائعه يعني. حاجه ثانيه ان الدراسه هنا مش قايمه على فكره ان الدكتور هيجي يديك ماتيريال معينه ويقول لك احفظ الماتيريال عشان امتحنك، لا. هو ده اللي انا اكتشفته بعد الدراسه او بعد جزء ما من الحياه هنا في الدراسه، انه الدكتور هيدي لك بيزكس 1 2 3 4 ومش 20 وانت انطلق، انت دور لوحدك، وتلاقي ان هو مثلا مديك ايبونجن او تدريبات معينه مثلا مالهاش علاقه باللي انت درسته، مالهاش اي علاقه خالص، فانت بتقول يا اما هو بعد فايل غلط يا اما هو ما بيفهمش، بس هو في الواقع بتكتشف ان هو عايزك تدور لوحدك، عايزك تبحث لوحدك. واضافه لكلام باهي، في حاجه حلوه جدا هنا الامكانيات، انه مثلا في بعض مثال الكيمستري مثلا، في بعض المعامل هنا مثلا في الجامعه بتشتغل باجهزه تكلفتها 10 مليون يورو. انت ممكن في مصر تشتغل بجهاز زي كده لو انت مثلا بتشتغل في شركه ادويه او حاجه، لكن بيتيح للطلبه ان هو ياخد الريسك ويجرب في حاجه زي كده علشان يقدر ان هو يخلق انسان عارف يشتغل كويس وعارف يشتغل بايده كويس وعارف يفكر كويس، والدماغ هنا هي اللي بتكسب دايما عن الحفظ وعن عن الروتين الطبيعي يعني. سؤال سريع وكل واحد فيكم يجاوب، الخريج هنا هيشتغل احسن ولا الخريج اللي في مصر؟ على حسب التخصص بتاعه، ولكن الخريج هنا. لا انا عايز بشكل عام خريج هنا. خريج هنا، خريج هنا، هنا طبعا، هنا طبعا ما فيهاش اي تفكير طبعا. انا اسف. باهي، لو عندك نقطة تعتبر هي أصعب حاجة بالنسبة لك في ألمانيا، لو اتشالت تقريبا 90% من مشاكلك هتتحل، هتبقى إيه هي؟ إيه الإجابة اللي هتجاوبها؟ الإجابة هي إن أنا ممكن أتجوز. دي أهم حاجة عندك، عايز تتجوز؟ ممكن دي حاجة مهمة. دي حاجة لو يعني لو رجع بيها الزمن تاني وأنا قبل ما أسافر ألمانيا وأنا في مصر أكيد كنت هرتبط، دي حاجة كانت بالنسبة لي كانت هتساعدني كتير. دي حاجة واحدة بس، هي أهم حاجة هي الجواز يعني؟ أهم حاجة لأن دي هتساعدك في تفاصيل كتير هنا في حياتك كمان، لما تبقى زوجتك معاك هنا دي هتساعدك كتير في حياتك، هتساعدك كتير إن أنت تركز في دراستك أكتر، تركز في شغلك أكتر. حلو الكلام ده، عن تجربة. في تفاصيل يعني صعب إن أنت تعيش لوحدك، لأن أنا ممكن ما اتعودش، أنا في مصر ممكن تكون بالنسبة لناس تانية حاجة سهلة، أنا ما اتعودش في مصر إن أنا تفاصيل حياتي بالكامل أقوم بيها، إن أنا بغسل لنفسي، بطبخ لنفسي، والزوجة هتحل لك الموضوع ده، الزوجة هتساعدك، هتشاركك في تفاصيل كتير من الأمور دي، دي هتخلي حياتك ألطف بكتير. وأنت مرة السؤال تاني. أنت ما سمعتش السؤال. إيه الحاجة أصعب حاجة موجودة بالنسبة لك في ألمانيا؟ ولو دي اتشالت 90% وممكن 100% من مشاكلك تتشال. الاجتماعيات بصراحة يعني برضو. نفس النقطة، إنك لو قادر إنك تلاقي ناس كتير هنا، إنك تقدر، مش عايز أقول تصاحبها، بس اللي تلاقي مجموعة كويسة، إنك تقدر تندمج في وسطهم، تقدر إنك تلاقي نفسك في وسطهم دراسيا، اجتماعيا، في الشغل، ناس شبهك يعني، ناس شبهك تقضي معاهم أنشطة بالظبط. وفي نفس الوقت كونك عايش لوحدك ده بيخليك لازم تبقى عارف إزاي تقدر تعتمد على نفسك. إنك لو مش بتعتمد على نفسك زي ما كنا لسه بنتكلم مع بعض من شوية، أنت مثلا لو روحت مش هتلاقي حد عامل لك أكل في البيت زي ما تروح تلاقي مثلا ماما عامل لك أكل في البيت ولا حاجة، أنت لازم تعمل أكل لنفسك، أنت لازم تغسل، لازم تنشر، لازم التفاصيل الصغيرة دي تعرف إنك لوحدك أنت اللي بتعملها بنفسك. فدي أحيانا لازم الإنسان يكون عارف هو إزاي يقدر يعتمد على نفسه، لو مش بيعرف يعمل ده هتبقى مشكلة كبيرة. يعني أنت شايف إن الناس تيجي من مصر تكون تعرف تعتمد على نفسها، تتعلم تتدرب على الطبخ، تتعلم تغسل هدومها بتاع، تساعد أهلها على الأقل، يعني مش كل حاجة الأهل هو اللي تعمل بالظبط. وفي نفس الوقت تبقى قادر إنك تعتمد إنك في أوقات هتبقى وحيد، ما تبقاش منزعج جدا، لأن أحيانا هنا الحياة بتجبرك إنك تبقى وحيد في بعض المواقف، ده هيزرع فيك حاجات كويسة وهيعلمك مواقف تانية، ولكن في المقابل لازم تكون عارف إزاي هتواجه مواقف زي كده لو لوحدك يعني. تمام. صراحة النهاردة في العادي يوم سبت، ويوم السبت ما بيكونش يوم زحمة قوي يعني، بيكون الدنيا إلى حد ما فيها شوية زحمة في الشوارع، ولكن بما إن النهاردة ليلة العيد فالدنيا هادية جدا جدا في الشوارع، ما فيش أي بني آدم ممكن يبان في الشارع النهاردة، بس هو النهاردة كان يوم حلو. بس في حاجة أنا لازم أقولها لكم بصراحة، وهقولها لمحمد قبلكم. محمد، هو أنت عارف إن أنت أطول مما بيبان في الفيديوهات؟ هو كل الناس بتقول لي الموضوع دوت.
محمد طويل يا جماعه يعني سيبكم ان هو كانت بتقولي ان انا قصير وبقول ان انا طولي فوق ال 190 محدش بيصدقني. هو فعلا طويل يعني انا 182 سنتي فانا لما جيت اسلم عليه انا مش طايل يعني لا الراجل طلع طويل يعني سيبكم ان هو بيبقى ساند الكاميرا فوق مثلا ولا حاجه عشان يبان قصير هو طويل قوي يعني بس هو فعلا الميزه اللي انا انبسطت بيها النهارده انه اي نعم احنا كلنا الثلاثه اول مره النهارده نتقابل خالص ولكن الميزه ان المصريين من لما بيتقابلوا كان زي ما قلت لكم النهارده كاننا عارفين بعض من بدري وكاننا مش محتاجين نعمل مجهود ان احنا نتعرف على بعض ولا نتكلم مع بعض فدي احلى حاجه يعني فشكرا على اليوم ده ويا رب تكونوا انبسطتوا النهارده معايا. سلام اشوف وشك قريب ان شاء الله ونطبخ سوا ان شاء الله. سلام باي. اتبسطت في اليوم النهارده؟ بصراحه النهارده كان يوم جميل اتبسطت ان انا قابلتك ممكن اول مره نتقابل ولكن مش اخر مره اكيد واحنا حاسين ان احنا نعرف بعض فعلا زي ما ماركو قال ماركو برضو اول مره قابله كان النهارده قضينا يوم جميل انا ممكن رحت ماربورج مره قبل كده ماركو بقى عايش هناك وخرجنا على المدينه يعني. زبطنا اكتر اتعرفنا على المدينه بشكل احسن يعني بس ان شاء الله تتكرر تاني. يلا سلام. يلا سلام. انا بصراحه انبسطت جدا اليوم ده زي ما قلت لكم قبل كده تقريبا ان المصريين اول ما بيتقابلوا بيعرفوا بعض بيتعاملوا مع بعض بشكل كأنهم عارفين بعض بقالهم سنين فانا انبسطت واتمنى يكون المعلومات اللي قالوها الشباب بسطتكم فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك ولو ما عملتوش سبسكرايب لحد دلوقتي اعملوا سبسكرايب واشوفكم قريب ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.